أولى فقراتنا الصباحية ليلى حنروح لنحكي عن موضوع اليوم ما في حدا مستثنى منه، كلياتنا بنمرق بظروف وكلياتنا بنشعر بشعور بنقول أنا حدا عندي قلق بس ما بعرف ليش. أحيانا هذا القلق ممكن يكون بدرجات كتير عالية، بتختلف من شخص لآخر حسب شخصية الإنسان، حسب التجارب اللي هو مرق فيها بحياته، ممكن يوصل لمسمى اسمه الاضطراب القلق المرضي. اليوم ايمتى يا ليلى ممكن يوصل هذا الانسان لهذا الدرجه؟ تماما يا رشا، كثير بنمرق يمكن بهي الحالات. نحن احيانا بتحسي بده يصير معك شيء، انت قلقه متوتره بده يحدث شيء، انه متاهبه دائما لشيء معين، حتى يمكن بيصير في اضطرابات بالنوم، لكن احيانا ممكن يتطور هذا الموضوع ليصير بشكل كثير مبالغ فيه، توتر، نوبات الغضب الشديده، يمكن هي الى حد يعني الانسان بيكون هو عود حاله على هذا الشيء، على هاي القصه دائما يعني هو بحاله توتر وقلق، لكن يمكن يكون فعلا مثل ما ذكرتي انه تجارب سابقه مر الشخصيه. لكن اليوم رح نتعرف اكثر على الاضطراب العام، شو هو، ونميز ما بين القلق الطبيعي وايضا القلق المرضي مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، ضيفتنا داليدا هشام جباره، دكتوره بالارشاد النفسي. سعد صباحك داليدا. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا بحضرتك. يعني مثل ما حكينا هي شغله مكتسبه وليس فطريه، يعني الانسان ما بيخلق قلق، يعني حسب تجارب الحياه بشكل عام. اليوم شو يعني اضطراب القلق؟ شو ايمتى بوصل انا لمرحله انا صار عندي اياه من نوع الاضطرابات الشديده؟ تمام، هو اضطراب القلق هو احد الاضطرابات النفسيه، حاله نفسيه مستمره لتوتر مستمر وقلق مفرط بيستمر لمده 6 أشهر على الاقل، صعب السيطره عليه، بيكون مترافق مع مجموعه من الاعراض مثل التهيج، الصعوبه بالتركيز، التعب السريع، والتوتر، والعصبيه مثل ما ذكرتي، اضافه انه هاي الحالة النفسية بتسبب إعاقة لروتيننا اليومي وبتأثر سلبا على الحياة اليومية والحياة العامة سواء كان بالمدرسة أو بالعمل أو بالبيت. طب هاي الأنواع اللي عم تحكي عنها أو اللي عم تذكري حضرتك مفهوم القلق بشكل عام، بتذكري أنه في منه بيستمر لمدة 6 شهور، في منه يمكن يكون مؤقت، خلينا نحكي اليوم أكيد في أسباب، في عوامل بتسبب هذا القلق. صحيح. هلأ ما فينا نقول مثل ما حكت الأستاذة رشا أنه هو سبب واحد، هو مجموعة من الأسباب، قد يكون بتتعدد أسباب القلق، فمنها الأسباب البيولوجية، النفسية، الاجتماعية أو البيئية أو الثقافية، ممكن يكون من أحد أسباب القلق القيام بسلوكيات خاطئة أو عادات خاطئة نحن بنعملها. بيولوجيا فينا نحكي أنه قد يكون عندنا اختلال بالكيمياء بالدماغ، بالناقلات العصبية، النور أدرينالين والسيروتونين والدوبامين اللي هن بيساعدوا على تنظيم المزاج وبيساعدوا على الشعور بالراحة. الوراثة قد تكون أحد أسباب القلق، لأنه كثير من الدراسات، وجود أبحاث ودراسات دلت أنه وجود تاريخ مرضي عائلي ضمن الأسرة بيسبب أو بيعمل استعداد لأحد أفراد الأسرة أنه يكون عنده قلق، ولكن ما هي سبب رئيسي من أسباب القلق. تغيرات في البنية الدماغية، في اللوزة الدماغية اللي هي مسؤولة عن التوتر وعن الخوف وعن القلق. قد تكون بعض الأسباب أسباب نفسية، مثل المشاكل الأسرية، الضغوط النفسية المتراكمة الغير معالجة والغير منا قادرين على أنه نحلها خطوة بخطوة، فهي بتتراكم بتسبب ضغوط نفسية، مثل فقدان شخص عزيز عنا أو فقدان عمل مهم بالنسبة لنا. قد تكون بعض الأسباب النفسية الرغبة في الكمال والسعي نحو المثالية، فنحن كأشخاص ساعين على طول نحو الكمال والمثالية، على طول بيجينا حالات من الأحباط ومن القلق لأنه ما عم نقدر نحقق الأهداف اللي هي غير واقعية وغير منطقية. بعض الأشخاص بيكون بيتصفوا بأنماط تفكير سلبية، فهن تفكيرهم بيكون سلبي ومتشائم. عدم القدرة على التكيف مع الضغوط ومع التحديات اللي هي ياما أكثر بحياتنا العادية. هي التراكمات بتكون أحد أسباب القلق. قد تكون أسباب اجتماعية مثل الضغوط الاجتماعية، وضع معايير اجتماعية عالية بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه، مثلا وضع معيار عالي للنجاح أو معيار عالي للقيم الأخلاقية أو للتميز بالمجتمع، فأعضاء هاي المجتمع وأفراد هذا المجتمع ما بيقدروا
يوصلوا للمعيار اللي حاططه المجتمع، فبيصابوا بالاحباط وبيصابوا بنوع من القلق. قد تكون تجارب طفوله مؤلمه وسابقه، يعني هلا هو شخص راشد ولكن بالطفوله تعرض للعنف، للتنمر، للاهمال، للتفكك الاسري وعدم الترابط ضمن الاسره. هذا بيكون هو من احد المشجعات لانه والمعززات لانه هو ينصاب بالقلق. قد تكون الاختلاف الثقافات، انتقال والنزوح لبيئه جديده مختلفه تماما عن ثقافتي وعن بيئتي، بينصاب الفرد بالاحباط وبالتوترات، بعض السلوكيات الخاطئه اللي نحن بس حدا يعصب او يتضايق نحن بنعطيه فنجان قهوه. الاكثار من القهوه، الاكثار من الكافيين بيسبب وبيكون احد السببات، يعني بيزيد التوتر اكثر. تعاطي الكحول، تعاطي المخدرات هي من احد اسباب الشعور بالقلق. لهيك نحن بنقول ما له سبب محدد، ولكن هو هيك مجموعه كامله من الاسباب. احيانا دكتوره في اشخاص هنن بيخلقوا هذا القلق بحياتهم، بخافوا من بكره اللي ما بنعرف شو في شو جاينا يعني. فبتقلك انا على طول خايفه شو بده يصير معي، شو بده يصير بحياتي، شو ممكن يصير باولادي ينجحوا ويرسبوا، فهي عم يعني تستبق احداث يمكن ما تصير. يعني اليوم هي الحاله الى اعراض واعراض واضحه تستدعي زيارة الطبيب، ايمت انا ممكن يكون قلقي عادي مثل اي انسان بشري اخر بيشعر بيمرق اليوم؟ احنا يعني مجموعة مشاعر ممكن نمرق فيها، ولكن في اعراض بتكون واضحة يعني مفروض التدخل الطبي. صحيح، ايمت بينفرض علينا نزور الاطباء او الطبيب النفسي؟ لما بيتجاوز هذا القلق الامور الطبيعية وما بنقدر بقى نتحكم فيه او ما بنقدر نحن نسيطر عليه، تمام، وبيتجاوز مدته لمدة اكثر من 6 اشهر بيأثر تأثير على الحالة النفسية، فبيسبب عنا هياج وعصبية وتوتر وتعب سريع وصعوبة بالتركيز، تشويش، وبيأثر على الحالة الجسدية. فبتلاقي أغلب المصابين، المرضى المصابين بالقلق بيعانوا من الدوار، الصعوبة بالتنفس، تسرع في دقات القلب، الهياج، التشنج العضلي والغثيان، واضطرابات في النوم، واضطرابات ايضا بعض الاعراض الجسديه مثل الام بالمعده والام مرافقه بالجسد، بياثر تاثيره السلبي على الحياه وعلى الروتين اليومي، ما بيقدر بيكمل الطقوس اليوميه او بيمارس الممارسات اللي هو يوميا عم يعملها من عمل كطالب بالمدرسه، فبيتعطل روتينه اليومي، بيصير عندنا صعوبه في التركيز باي شيء هو عم يعمله، صعوبه بحل المشاكل حتى المشاكل البسيطة، صعوبة باتخاذ قرارات بسيطة على شراء لباس، على شراء أي حاجة من حاجات المنزل، إضافة لتجنب المواقف المقلقة. إذا هو كان بيعرف سبب القلق فهو بيتجنب وما بيقدر يواجه قلقه، وبعض الأفكار مثل ما حكيت الأستاذة، أفكار تشاؤمية، أفكار قلقة على طول، شو لازم يصير، على طول عم نفكر بالمستقبل فبنقتل اللحظة الحالية. تفكير بالمستقبل المفرط قتلنا الحاضر. قد ايه حلوه هالعباره يعني. تمام، حضرتك عم تذكري انه اليوم هي الاسباب القلق المرضي بشكل عام اللي بتستدعي طبيب، لكن اليوم في قلق طبيعي ممكن فترات معينه الشخص يشعر حاله متوتر، او نحن مثل ما بنقول احيانا عصة القلب، انه بتحسي في شيء بده يصير، متضايقه، ما قدران الشخص ينام، في توتر، في شيء مشوشه بس ما نو عرفان شو هو، هذا يمكن موضوع طبيعي او فتره بتتراوح ممكن كم يوم، ممكن شهر، ممكن يعني فتره معينه، او ذكرتي من شوي حسب بالفصل. صحيح صحيح. خلينا نحكي عن أعراضه للقلق الطبيعي أكثر. القلق الطبيعي بيختلف عن القلق المرضي. القلق الطبيعي هو رد فعل لشيء، رد فعل فيزيولوجية لأشياء. نحن مثلا عندي أنا مقابلة عمل، عندي امتحان، عندي شيء أول مرة بعمله، طبيعي يكون أنا بحالة من التأهب وحالة من القلق. هذا القلق بيكون مرتبط بالموقف، يعني راح الموقف راح القلق، راح الامتحان، قدمت امتحان انا خلص خف القلق عندي، تمام، فهو اثره بيكون قصير، بيكون بسيط، ما بيكون، بيكون محفز مشجع. انا لما اقلق انه انا بكره عندي مقابله عمل او عندي امتحان بصير بدرس اكثر، بصير بحضر اكثر، فهو مشجع ومحفز. بهذا القلق ما بيستدعي لانه نحن نتدخل علاجيا او طبيا، ولكن فقط دعم اسري بسيط، دعم الشخص، تذكيره بامكانياته، تذكيره بنقاط القوة اللي عنده، تمام، وبيكون تأثيره بسيط على الإنسان أو تأثيره مع الموقف اللي هو بيستدعي للقلق.
بعكس القلق المرضي بيستمر. اللي هو بيكون مبالغ فيه، غير مرتبط بمواقف، متوتر بشكل لمدة 6 أشهر على الأقل. هون تدخل العلاج النفسي كتير مهم وكتير مفيد لحتى نحن نخفف من الأفكار، مرافق كمان لأعراض جسدية مثل اللي حكيناها من شوي. دكتورة، أكيد اليوم دائما يعني إحنا منفكر كتير، وخاصة بهذا الوضع الحالي اللي كلنا عم نعيشه، دائما في قلق عند الناس، ولكن مثل ما قلنا بدرجات. بس أنا بقول دائما أو بشوف حسب شخصية الإنسان، هو كيف متربي بعيلته، شو هي المبادئ اللي طلع عليها، قدي قدروا يقووا شخصيته ويخلوه يعني خلينا نقول مسؤول عن حل مشكلاته، هو قادر يتخطى أي عقبات. ولكن وقت اللي بيكون في تدخل للعلاج النفسي، شو هي الخطوات اللي بتمشوا عليها؟ هل بتروحوا فورا للأدوية؟ كعلاج نفسي نحن كمعالجين فورا نحن نحول للدكتور النفسي، طبيب النفسي اللي دارس طب نفسي، اللي بامكانه هو يشخص وبامكانه هو يوصف العلاج الدوائي. جلسات العلاج النفسي جلسات جدا اساسيه ومهمه في اي نوع من انواع الاضطرابات النفسيه، لانه بتقوم على بناء علاقه ذات ثقه ومريحه بين المعالج والمتعالج مع المريض. هي العلاقه بتنبنى على على الاحترام المتبادل والثقه والسريه. بهي الطريقه نحن بنقدر نكسب المريض انه هو يعبر عن مكنوناته، عن مكبوتات اللاشعوريه عنده بدون اصدار احكام مسبقه او بدون اصدار احكام وانتقاد. يعني انا لما احكي لشخص متخصص اكاديميا وعنده خبره، مو مثل لما احكي لشخص عادي يمكن ينتقدني، يمكن يستهزئ فيني، او يعني نقول نحن يستهزئ بانه هلا هاي الشغله اللي قلقتك. لا، كمعالج نفسي هو بيكون مدرب اكاديميا، صاحب خبره وصاحب دراسه اكاديميه. تمام. بالعلاج النفسي بيساعده على تحديد الأفكار الخاطئة وتحديد الأفكار الغير منطقية وغير الواقعية اللي هي عم بتسبب له القلق. بعد تحديدها بنعمل إعادة للبناء المعرفي، مشاعر، أفكار، مشاعر، سلوك. هاي الأفكار هي اللي عم بتسبب بهاي المشاعر، الأفكار الغير منطقية واللا واقعية هي اللي عم بتفكر عم بتسبب بمشاعر السلبية مثل الحزن، مثل القلق، مثل التوتر، اللي عم بتأدي للسلوكيات الغلط مثل الانعزال، الوحدة، تعطيل الروتين اليومي، عدم الذهاب للمدرسة، والقصص الثانية اللي هي بتكون سلبية. فنحن بنعمل هذا المثلث المعرفي، بنوضح له اياه بتمرض الحوالية كلهم، بيمرض المحيط كله. يعني المريض جدا بيعاني من ضغوطات لسه من يمكن اصعب من المريض بحد ذاته. فدور العلاج النفسي جدا مهم، إدارة بيعلمه كيفية حل المشاكل، إدارة الضغوط، إضافة لشغل كثير مهم مهمة وحلوة هي جلسات العلاج الجماعية. أكثر من حدا بيكون عنده قلق، فنحن بنكون قاعدين بجلسة علاج جماعية فيها تبادل للخبرات، فيها مشاركة انفعالية، بيعرفوا هن إنه هذا الشخص اللي قدامي عم بيعاني من قلق وهيك تصرف، فصار في تبادل لخبراتهم فبيخف عندهم القلق والتوتر. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتيها أكيد بنتمنى للجميع هيك بقية نهار حلو خالي من القلق والتوتر. شكرا لك. أتمنى للجميع صحة نفسية خالية من كل الاضطرابات والأمراض والضغوط النفسية، إن شاء الله الكل بضل بخير. أكيد دكتورة، حتى نحن لو عشنا لحظات قلق خلينا نكون بالحدود الطبيعية. نحن اليوم يعني هي عبارة عن مشاعر مفروض ما تنكبت يعني، بس خلينا هيك نعيش بالحدود الطبيعية. شكرا لك دكتورة ولحضورك لليوم. شكرا.